في ايه بيه؟ حكومه؟ يا عود الحقنا سليم بيه. ابراهيم الحقني يا ابني. فين الوقت يا سليم؟ بيروح مني مش عارف اعمل ايه. تلاش تلاش قوم تعالى قوم بسرعه يا ابراهيم. بس تعالى بسرعه. تقدري تقولي لي بقى انت بتعيطي ليه دلوقتي يا عبيطه؟ بقى ده بني ادم يتبكي عليه؟ ده واطي وندل وشكله استغفر الله العظيم. انا مش فاهمه انت وافقتي عليه ازاي. مش بعيط عليه يا ماما، بعيط عليا عشان اول مره احس ان انا رخيصه ومليش ظهر. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده. دراي ده انت ست البنات، ده اللي ما يشيل كيش فوق راسه تفعصيب جزمتك. انا عارفه اننا في امتحان صعب بس ده ابتلاء، وان شاء الله بعد الابتلاء بيجي الفرج. فرجه قريب، ممكن يتأخر شوية بس جاي. بكرة تقولي بابا قال. الواد ده أول مرة يتعب منكم ولا تعب منكم قبل كده؟ لا مش أول مرة، هو بيتعب بس مش للدرجة دي. بس هو عنده مرض بيكسر الدم، عشان كده بنروح المستشفى من وقت للتاني بنغير له دم، واحنا لسه راجعين المستشفى من يومين. يا جماعه الواد عنده انيميا حاده، ده يا ولده زي ما يكون دمه بيتصفى. يا حبيبي يا ابني. يا عم ما تنقي ملفظك، دمه بيتصفى ايه؟ ما الواد زي الفل قدامك، هو ما فيش حد خربوش يا ابراهيم. يا سليم بيه مش ابوه بيقول قدامك ان دمه بيتكسر او تكسير الدم ده يا بيه زي ما يكون بينزف بالظبط. الواد هيروح مننا يا حوده. حيد الله حيد الله يا عم، خلينا نعرف نتصرف. بص يا استاذ محمود، الليله دي كبيره عليا، والواد ده بصراحه كده لازم يتنقل المستشفى. وسيبك من مستشفيات الحكومه لانك مش هتلاقي فيها مكان فاضي، الواد ده لازم يروح مستشفى خاصه، ومش اي مستشفى، لازم مستشفى كبيره يكون فيها عنايه مركزه للاطفال. بص يا ابراهيم، يعني الموضوع ده كله يتكلف كام؟ يا عم ما تحملش هم، انا معايا فلوس ما تقلقش. لا 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 سليم باشا، خلي فلوسك معاك، ما حدش عارف الايام اللي جايه فيها ايه، انا هتصرف. يا عم اتصرف، بلاش كلام خايب. الفلوس اللي معايا دلوقتي زنقه، ودي زنقتها خلاص. حضر الواد بس ومراتك ويلا بينا. يلا انا طالع اجيب الفلوس. ياسين اوعى تسيبنا يا حبيبي، لسه بدري يا ياسين. لا حول ولا قوة إلا بالله، سترك يا رب. ربنا يستر على الواد ده ويرجعه لهم بالسلامة. بالسلامة يا اخوي، خايف عليهم قوي. ايوه طبعا يا سليم بيه، انت مستهم باللي هم فيه. بس لسعادتك يعني لسه ما خلفتش ولا جربت الخلفة. لما تخلف يا سليم بيه هتعرف قد ايه الدنا غالي. طب يا سيدي ما خلفتش، الدور البائع اللي شبع خلفة، ممكن تقول لي بقى ما بتحسش ليه؟ ليه الكلام ده بس يا سليم بيه؟ وانا عملت ايه؟ عملت ايه؟ شايف الناس هتتجنن على الواد، نازل في كلام زي الدبش، ما تهدى يا عم. استغفر الله العظيم يا رب، هو انا قلت ايه بس؟ كل ده ما قلتش حاجه، ده الواد اللي هو مش ابني قلت ده مات، ايش حال هم بقى يعملوا ايه؟ يا باشا مش بشرح لهم وبشخص لهم الحاله وافهمهم. يا عم لما تفهم انت الاول. الله يسامحك يا سليم بيه. دلوقتي لما يروحوا المستشفى هيقولوا لهم نفس الكلام اللي انا قلته ده بالظبط. ماشي يا عم القور. تعالى بقى نشوف الواد اللي جوه ده كمان هنعمل فيه ايه. هنعمل ايه؟ ده لو ضربه جنبه مدفع مش هيصحى من النوم. ايوه بس بعد ما يصحى ده قدام امه وابوه، شوف عامل معانا ايه. لما يصحى بقى لقينا معاه لوحده في البيت هيعمل ايه ده كمان؟ طب واحنا ايه اللي هيجبرنا على الحاجات دي بيه؟ ما نطلع احنا خليعه على فوق وسيبه هو نايم. وبعدين يصحى لقي نفسه لوحده؟ ما ينفعش. بس لما يصحى نشوف اللي هيحصل. ادي احنا واقفين يا باشا، لما يصحى نبقى نغني له الصح مدحن بوها انا وانت. ايوه كده اضحك يا سليم بيه، كتر الهم يعلم البكا.
ابني مش بلطجي ولا ارهابي، ابني متربي وانا شقيت عشان اربيه واعلمه، ضيعت عمري عليه، بيجي سليم الانصاري في لحظه ياخده مني ويتلكك له. اول مره تلكك له حطه في السجن، وبعد كده خده كله. ابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا قتله سليم الانصاري. لما اتاخد اول مره قلت له اهدى يا زياد، العين ما تعلاش عن الحاجب، وانا كنت غلط. بقول لكل واحد زي زياد ما تسكتش الا لما تاخد حقك، لانها في الحالتين محصله بعدها، كده ميتين وكده ميتين. بقول لكل ام زي ما تضغطيش على ابنك عشان تعلميه طاطي، اوعي تعلمي ابنك طاطي، خليه يموت وهو فخور بنفسه، هو رافع راسه وراجل بيجيب حقه وحق غيره. برافو يا رامي، حلو قوي. الفيديو ده لازم الدنيا كلها تشوفه بكره، صوت ام زياد لازم مصر كلها تسمعه. انا كده عملت اللي عليا، البركه فيك انت بقى. ما تخافش، ان شاء الله هنهد الدنيا فوق دماغهم. ايه البيت الزفت ده؟ تصحى يا عم انت، ايه يا عم انت تبصيه كده ليه؟ انت هتاكلني؟ لا 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 صحيح من الصبح. انت صحيت؟ لا لسه، بس انا تعالى امشي رجلي وانا نايم. لا يا شيخ، بتمشي رجليك وانت نايم؟ طب ما تمشي لنا على الحيطه كده وتنزل من على السقف وتبهرنا بدل اللماضه. يا ليمت ليمت، انت هتصاحبني؟ يتوب علينا ربنا. هيتوب علي من ايه ده؟ يا ابني هيتوب عليك من ايه؟ بقول لك ايه؟ ولا اقعد بقى ساكت عشان تفهم. انت يا صلاح شفت الفيديو ده بعينك؟ ايوه يا فندم. بطولة بالك يا اخي وقاعد هادي كده ساكت؟ انت عارف الفيديو ده هيعمل فينا ايه؟ هيهيج علينا الدنيا اكتر ما هي هايجة. وعلينا ليه يا فندم؟ احنا عملنا ايه؟ كل اللي في الفيديو هو الكلام بتاع الست عن ابنها وعن اللي عمله سليم الانصاري فيه بس. والعيال بتوع الفيسبوك هياخدوا الفيديو هيشيروه ويزعوه ويقولوا بقى كلام من عنده. واسمع بقى ما تكره، الداخلية هربته، الداخلية مش عايزة تسلمه، الداخلية بتحميه. خلاص ما بقاش ورانا حاجة غير العيال دي، والداخلية بقى كلها ما بقاش وراها الا سليم الأنصاري. والله سيادتك يا فندم قلت المفيد. المشكلة مش في زياد ولا في الفيديو، المشكلة يا فندم في اللي استخدموا الفيديو ده. معك حق صلاح، فعلا الله يمسيه بالخير ويشفيه والدك. والدك كان عبقري، مشكلة زي دي كان بيبقى عنده ألف حل وحل. والله يا فندم أنا عندي خطة كده ممكن تريحنا من سليم الأنصاري ولو مؤقتا يعني، بس هو تقرير الأمن الوطني ما قالش مين اللي ورا الفيديو ده. إيه دي الحكاية يا عم حمزة؟ فهمت يا ابني؟ يعني هما نزلوا وسابوني على عماك كده من غير ما يفهموني الموضوع؟ توب علينا يا رب. حكاية التوبة مع العيلة دي؟ يلا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم كده، يلا كل السندوتشات دي ايه؟ الاجة حاجة تستاهل بقك، كل كده والبس هدومك عشان اعمل لك كوباية شاي قبل ما تروح المدرسة. مدرسة ايه يا عم؟ النهاردة اجازة. اجازة يا ابني؟ هو النهاردة ايه ولا كام في الشهر؟ اه صحيح، لا النهاردة 6 اكتوبر ولا مولد النبي ولا عيد تحرير سيناء، اجازة بمناسبة ايه بقى؟ النظرة بتاعتكم بتولد؟ لا خفيف، اجازه امتحانات. ولا انت اتفضت في المدارس كمان؟ ايه العيال دي؟ مش هحط سيطره هيخلف ايه يعني دكتور؟ قول يا حبيبي يلا بسم الله. مش عايز ادفع يا ابني. حاضر. اهلا وسهلا، مبنى كله نور. على فكره اجراءات الضبط دي كلها باطله، واللي بتعملوه ده كله مش هيعدي بالسهل. اجراءات ايه وقبض ايه؟ وانا لو عاوز اقبض عليكي كنت ابعت لك ضابط سمح وطيب زي الباشمهندس وليد، ده كمان جابك في عربيته الخاصه. ولما انتوا مش قابضين عليا جبتوني هنا ليه؟ مش يمكن عاوز ادردش معاك شويه؟ نشرب قهوه سوا ولا ايه؟ بس احنا ولا اصحاب ولا عمرنا اتقابلنا قبل كده عشان نقعد ندردش سوا. بس انا اعرفك كويس قوي واعرف عنك كل حاجه،
صحيح انت ما تعرفينيش، ودي فرصة ان اعرفك بنفسي. انا اسمي صلاح الطوخي. خسارة. يا خسارة ايه، ما انت كاشف الطابية. ايه يا عم، في حد يدخل كده؟ ما تخبط ولا ما تدخل. اخبط يا ابني؟ ده انا دخلت قعدت جنبك ما حسيتش. اخبط على الباب هتسمع؟ قولي بقى بتسمع وانت بتلعب. مالكش فيه. ماليش فيه؟ ايه العيال دي؟ وما قلتش يعني انت واخد اجازه عشان امتحان الشطرنج؟ لا انا زهقت من المذاكره، قلت اسلي نفسي شويه. سلي نفسك. طب قولي بقى، بتلعب حد بجد ولا بتلعب الكمبيوتر؟ لا بلعب واحد من روسيا. روسيا؟ الصاله على الصاله. اه احنا هنتريق بقى. يا عم ولا بتريق ولا حاجه، انت لعيب بس انت محتاج بس تركز شويه. اه ده عشان انك بتعرف بقى تلعب شطرنج وكده؟ لا يا عم على قدي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله بركتك بتلعب كل كلامك صح. بقول لك ايه، وقتول لابويا ان انا كنت بلعب لو تاني عشتي. ليه بقى؟ هو ما بيحبش الشطرنج؟ هو ما يعرفش حاجه عن الشطرنج اصلا، بس انا ضارب وصله نت وهو ما يعرفش. وضارب وصله ازاي؟ بعدين انا بقول لك، بس اوعى تبيعني. ماشي مش هبيعك. انت ما رحتش المدرسه ليه يا انت؟ لا مؤاخذه حوده عندنا دي، احنا اللي ما صحناش وضعنا على المدرسه، بس من صباحيه ربنا هو كافي وش على الكمبيوتر عمال بيذاكر، صح يا؟ اه. طلعت اجدع منك صح؟ ذاكر ذاكر. لدرجه دي الفيديو بتاع مامه زياد عامل لكم برجله؟ لا برجله ايه اللي عملها لنا الفيديو؟ لا برجله ولا حاجه. وبعدين ده الفيديو معمول بشكل جيد جدا، يعني اي حد يشوفه يتاثر وممكن يغضب. بس غريبة يعني. ايه اللي غريب فيها؟ يعني كنت مستنية الاستدعاء ده يكون من الأمن الوطني، إنما التفتيش غريبة صح؟ يبدو إنك عارفة في شغلنا كويس قوي، لكن ده مش استدعاء خالص، وأنا مش جايبك بخصوصك، أنا جايبك بخصوص سليم الأنصاري. سليم الأنصاري اللي أنتوا هربتوه؟ عاوز أفهمك حاجة، بلاش دماغ السوشيال ميديا دي هنا. انت عارفه كويس قوي ان احنا لو كنا عاوزين نساعد سليم الانصاري كان قدامنا مليون وسيله وطريقه نساعده بيها غير الطريقه البلدي دي. ما كانش في داعي بقى للكلبشات ولا السجن ولا الغموض ولا اللي بيحصل ده كله. والله يمكن باظت منكم، عكت اي حاجه معرفش. لا انت عارفه كويس قوي، مش عاوزه تضيعي فرصه الناس سايره فيها وغضبانه ما تستغلهاش. بس انا ما بتبلاش عليكم. تحب اجيب لك قايمه بالتجاوزات اللي حصلت الفتره الاخيره ومن ضباط زيكم؟ ظهر انك ناسي انت فين. انت في تفتيش الداخليه، يعني اللي عارفين اللي انت عارفاه واللي انت مش عارفاه، والمسؤولين عن التحقيق في التجاوزات برضو اللي انت عارفاها واللي انت مش عارفاها. طيب كويس انك عارف. انسة جميله، احنا ما هربناش سليم الانصاري، وافتكر انك اشرف من انك تتهمينا اتهام زي ده. ولا تزر وازره وزر اخرى. انا مش عارفه انا ليه هنا اصلا، ممكن تفهمني؟ متخافش يا حوده، مفيش مصيبه ولا حاجه، ان شاء الله كله يبقى تمام. قوم يلا. على فين؟ أروح المستشفى. روح المستشفى نعمل إيه؟ يعني إيه نعمل إيه؟ مش بتقول فصيلة الدم الواد نادرة؟ عشان كده ضخنا عليها مش لقينا. طب يا سيدي، أنا فصيلة دمي أو نيجاتيف، يعتد أي حد. روح المستشفى وإن شاء الله نديله 20 لتر. استنى بس تسليم بيه، الحكاية مش سهلة كده. صعبة علينا ليه يا عم إبراهيم؟ ولو ابني ولا ابنك مش تعمل كده. يلا حول، يلا يلا وسيب على الله. سعادتك يعني انا مصدقني ان انت اتدريت هنا، وبعدين الطريق من هنا للمستشفى هنقابل ناس في المستشفى، ممكن حد معك يعني فتبقى في مشكله عليك. مشكلتي ايه؟ وانت تغير كلامك؟ مش انت قلت مفيش حد واخد باله من حاجه في المنطقة هنا، إنما المستشفى هيبقى في مشكلة أكبر. أنا خاف على سعادتك.
يعني انت خايف عليا ومش عايزني اخاف على ابنك؟ ايه يا جدع في ايه؟ قوم يلا وسيب على الله. طب احاول اتصرف انا واتصل بحد في مستشفى يتصرف في كيسين دم ولا حاجه؟ احنا لسه للسلامه هتجيب كيسين دم. وبعدين ما ينفعش اتصل بحد، احنا اكيد متراقبين وهيعرفوا مكاننا. يلا يا حموده. يلا وربنا يسترها. طب انا هاجي معاك. لا خليك. خليني خفيف خفيف. يلا. يلا وسيب على الله. قوم. بص يا أنسة جميلة، إحنا وإنتي مش خصوم في المعركة دي خالص. إنتي معركتك مع سليم الأنصاري مش معانا. بس إنتوا سليم واحد. كان واحد مننا، دلوقتي إحنا حربنا ضد سليم الأنصاري، وعدو عدوي صديقي. يعني إيه؟ مش فاهمة. ما تيجي على سبيل التغيير أو على سبيل التجربة مثلا، نجرب ننسى خلافاتنا ونحط إيدينا في إيدين بعض. أنا مش للبيع يا صلاحبي. لا ما هو عايز أقول لك على حاجة، سيبك من الكلام اللي لا يود ولا يجيب ده. أنا ما بقولكيش اكتبي تقارير عن زمايلك، دي مش شغلتي أصلا. إنما عايزني أساعدك إزاي؟ هو أنتوا ليكوا في حاجة تانية أصلا؟ أنا عاوز أقول لك على حاجة، أنا الوحيد في العالم ده كله اللي يهمه إنه يقبض على سليم الأنصاري ويسلمه للعدالة. يمكن يكون ده موقفك الشخصي، أما موقف الوزارة إيه؟ وأنا من الوزارة وده شغل الوزارة، وانت بهجومك علينا ده بتشتتي نفسك قوي، بتلخبطي الناس. بص يا نساء جميلة، المجرم في القضية دي واضح جدا، المجرم اسمه سليم الأنصاري، ده اللي لازم نركز عليه. تكلمي الناس عنه، هاجميه، اشتميه، اعملي كل اللي انت عاوزاه، انا مش هلومك. اقول لك على اكتر من كده، اعملي هاشتاج سميه بلغه عن سليم الانصاري، واقنعي كل الشباب اللي عندك في السوشيال ميديا انهم يبلغوا عنه يدوروا عليه وهم يساعدونا. هاتيلي معلومه واحده حقيقيه وشوف انا هعمل معاك ايه. مش هتخسري حاجه وجربي، ولو قصرت رقبتك ما تكمليش، ولو وصلنا لحاجة مع بعض يبقى يا ست ارجعي اشتمينا زي ما انت عاوزة. مش يمكن التجربة دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتش عارفها قبل كده، وهتحطي ايدك على حقائق عمرك ما كنت هتوصلي لها؟ مش يمكن تغيري موقفك؟ ولا انت خايفة من حكاية تغيير الموقف دي؟ ما عرفش. الحق أحق أن يتبع، وانت حقانية قوي بتدوري على الحقيقة. خليكي معايا. نويتي على ايه؟ خلينا نجرب نمشي وراهم المره دي، اما نشوف اخرتها ايه. جميله نفذت يا فندم، والهاشتاج بدا ينتشر بين الناس على تويتر والفيسبوك. امتى هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياه حتى هو مصير اي حد يفتح بوقه ويتكلم؟ الانصاري منه الانصاري
بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبة ابوه ومش همه اي حد. يا ترى بقى هتوفوا بوعدكم معانا يا رب؟ الله ما فيش حد فوق القانون ولا لا؟ احنا ملناش غيرك يا رب. دول الأربع أماكن اللي ممكن أقابلك فيهم أو حتى أبعتلك حد هناك. هنسميهم ألف وبي وجيم ودال. أوعي تنسيهم. هو أنت بتتعامل معايا ليه على إن أنا عيلة صغيرة؟ كم؟ ماشي يا كبيرة. الخطوط بقى اللي أنت جبتيها هتاخدي واحد وتديني اتنين، ولما تعوزيني ابعتيلي رسائل بلاش تكلميني غير لو في حاجة مهمة قوي يعني. ماشي؟ عارفة والله، علشان مراقبة التليفونات أسهل بكتير من مراقبة المسجات. برافو عليك. لما تحبي بقى تبعتيه رسالة بلاش من البيت ولا من المكتب، بعتيها من الشارع من حتة بعيدة عشان محدش يعرف مين اللي بيبعتلي. ماشي؟ ماشي. وأنا أول ما الورق يجهز هبعتهولك على طول. بس خلي بالك يا فريد، الورق ده مهم، ده ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. أنت فاهمة كويس طبعا صح؟ فاهمة يا حبيبي، ما تقلقش. حودة. أو مرشحات. عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجة مهمة. رقبتي. تعرف تسوق بسكليت؟ أمان. آسف على المشكلة اللي عملتها لك. سليم الأنصاري. ده انتوا واخدين بعض عن حب بقى. أتاريك مش عاوز تساعدنا ولا تقول لنا سليم الأنصاري مستخبي في أنهي داهية؟ يا صلاح بيه، أنا زي ما قلت لسعادتك، اللي رمالي الكيس كان لابس خوذة ما شفتش وشه، والموتوسيكل كان بدون نمر. اسمع، رجوع السلاح ما ينفيش عنك تهمة الإهمال اللي تسببت أصلا في ضياع السلاح، والحكاية دي أنا مش هعديها بسهولة. ده أنا هجيب لك عليها جزا، وجزا محترم كمان، وأخلي سليم صاحبك ده ينفعك. سعادتك عارف كويس أوي إن أنا وسليم عمرنا ما كنا أصحاب، إحنا مجرد كنا زملاء. وبعدين أنا مش جاي لحضرتك النهاردة عشان توقف الجزا عني. أمال جاي ليه؟ جاي تحرق دمي؟ جاي تقول لي في وشي إن سليم حر بيتحرك زي ما هو عاوز في البلد، مش عامل لنا اي حساب؟ يا صلاح بيه، انا جاي الفت انتباه سعادتك لحاجه. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. اللي يعمل كده مستحيل يضرب عيل صغير من غير سبب لحد ما يموته. معلش، افتكر حضرتك ممكن لو تعذرني بس في اللي انا هقوله. حضرتك محتاج تراجع موقفك تجاه سليم. انت هتعرفني شغلي ولا ايه؟ اوعى تتخيل ان اللي عمله سليم ده هيخليني ارحمك. يلا امشي. اتفضل.
السلام عليكم. ازازة ماي لو سمحت. شكرا. قال ايه؟ جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم. مش عارفين ان الضابط اللي بيتجاوز احيانا ده وبيعذب انه مش شرط يبقى من اكلة لحوم البشر او ماشي راضي في الناس شمال ويمين. ده ممكن يبقى انسان طبيعي جدا. شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكتة. مش فاهمين انه ممكن يبقى مع اهله واصحابه حاجة ومع الناس حاجة ثانية خالص. وأكبر دليل على اللي أنا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد أنا فاكره كويس أوي وأنا صغير. كان دمه خفيف وابن نكتة وكانت ضحكته مجلجلة جوه البيت. وادي النتيجة. آسف يا سيادة اللواء. أنا آسف. قلبت عليك المواجع. زنتي؟ طبعاً زنتي. أنا زي ما خدتش بالي. لا وكمان أنت مين؟ أتاري ولاد الكلب مش سايبين فيها خرم إبرة. إحنا الورق ده فيه حاجة كويسة لينا يا سليم بيه؟ حاجات. حاجات يا هيمة. دلوقتي أنا فهمت اللي حصل ده حصل إزاي وليه. بس المهم بقى إن الورق ده في خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها فوق دماغك.